فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل. نعم، لهذا قال سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، نزه نفسه عن ذلك. نعم، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل. نعم، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. نزه نفسه عن مذهب الطائفتين، عن مذهب الممثلة ومذهب المعطلة، وأثبت لنفسه الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا هو المذهب الحق، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال الشيخ رحمه الله إنه عقيدته ومعتقده. نعم، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما يصفه به أهل التعطيل وأهل التمثيل. وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما قالوه في الله عز وجل من سلامته من العيب والنقص. المرسلون وصفوا الله بما وصف به نفسه، لذلك سلم الله عليهم. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، له الثناء كله، له الثناء كله، والحمد كله، لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم،